مع أنه حتى اللحظة التطوع ليس إلزاميا بخصوص الترقية. لا هو إلزام خجول، هو إلزام مؤدب. كيف يعني؟ يعني عندما يقول المتحدث باسم، طبعا خلنا نقول الوزارة اللي تقول أنه هو ليس هناك إلزام بالتطوع ولكن هناك نقاط تحتسب في المفاضلة للترقيات، هذا إلزام مؤدب، هذا إلزام خجول، بمعنى إذا جينا المفاضلة هناك نقاط ستحتسب لمية ساعة تطوع مثلا أمام شخص ليس لديه ساعة تطوع. إذا هذا إلزام لكنه مؤدب وخجول. التطوع كل تعريف غير دقيق يؤدي إلى تطبيق غير صحيح. كل تعريف غير دقيق يؤدي إلى تطبيق غير صحيح أو تنفيذ غير صحيح. أنا من خلال قراءات ومن خلال أعمال خبرات متراكمة في العمل التطوعي أي. لم أجد تعريف دقيق للتطوع، بل أني وجدت هناك من يعرف التطوع بأنه عمل بمقابل أو بدون مقابل، هذا من ضمن التعريف، وهذا تعريف غير دقيق وتعريف مربك وغير صحيح. وش التعريف الصحيح من وجهة نظرك؟ أنا وصلت إلى تعريف دقيق للتطوع أنه نفع مبني على خبرات ومهارات دون انتظار مقابل مادي. هناك من يتطوع ويستلم مقابل مادي بعد هذا، هذا لا بأس، لكن من ينهض دون انتظار، إذا التطوع هو نفع مبني على خبرات ومهارات دون انتظار مقابل مادي في سبيل تحقيق مصلحة معتبرة. هذا هو التعريف الدقيق الذي وصلت إليه من خلال بمعنى أنك أنت أول شيء نفع أنك تقدم شيء نافع. نعم. وتقدم شيء من واقع خبرة ومعرفة بالمجال. نعم. وأنك تقدم في الأساس من غير ما يكون في مقابل مادي متفق عليه. أحسنت. إن حصل المقابل أهلا وسهلا. نعم. إن ما حصل. نعم صحيح 100%. وجود مقابل فيما بعد ينفي عنه فكرة التطوع بتعريفك ولا لا؟ لا لا، هو تطوع إذا نهض إلى هذا العمل وقام فيه بدون أي انتظار مقابل. هو المجانية أساس في التطوع. المجانية أساس في التطوع، الركن الرئيس في التطوع أن عمل مجاني. طيب. لا يقصد فيه إلا خدمة الناس والأرض والمجتمع والوطن.